شوية سنن مهجورة تغفر شوية من ذنوبنا وتقرب شوية بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. نخلي بالنا منها. يلا بينا. أول سنة معانا عن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وهي النوم على وضوء، يعني تتوضى قبل ما تنام. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، يعني نفس الوضوء اللي بتتوضى للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، يعني ثم نام على جنبك اليمين. تاني سنة معانا هي صلاة الوتر. حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه بيقول اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، يعني واحد أو ثلاثة أو خمسة أو أي عدد فردي وتر. ثالث سنة معانا نفض الفراش قبل ما تنام وانت بتقول بسم الله بسم الله بسم الله. رابع سنة معانا الدعاء أول ما تقوم من النوم، وكان من هدي حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه إن هو أول ما يقوم من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. اعمل شير للفيديو ده يا صديقي، وبعت الأكتر خمسة بتحبهم من صحابك واعمل لهم منشن تحت دلوقتي. ما تعرفش الحسنات ممكن تجيلك منين. لو أي حد شاف البوست عن طريقك أو أي حد في صحابك عمل بأي حاجة من الفيديو ده فهيكون ليك نفس الأجر بالظبط. حبيبك النبي تاني صلي عليه بيقول الدال على الخير كفاعله. يلا يا صديقي أشوفك إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.